يا دكتورة صفية، مساء الخير. السلام عليكم، وعليكم تفضل. السلام. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ مية مية ما شاء الله. طيب الحمد لله. يا دكتورة صفية، قولي لي، انت بقالك كام سنة في مصر؟ بقالي 18 سنة 18 سنة. بسم الله ما شاء الله. ما شاء وانت الله. من سنة؟ موسكو ولا من اي مدينة في روسيا؟ لا، من مدينة اسمها سمالينسك. سمالينسك. سمالينسك، بلد كده صغنطوطة قد الغردقة. قد الغردقة. كويس جدا. طيب قولي لي، انت اتعلمتي اللغة العربية بشكل رائع، ده فين؟ ازاي؟ دخلتي مدرسة؟ عملتي لا والله، انا كنت واخده كورسات بسيطه بس وانا في الكليه تقريبا نص سنه، عرفت حروف بس. بعد كده جه مصر، كلمت اللغه العربي فصحى، ما حدش كان فاهمني. بس هو ده جوزي والخبره الحياه، هم دول المدرسين بتوتي في العربي دي احسن مدرسه، خبره مدرسه الحياه دي بجد. اجد. بجد. طيب عندك حق. قولي لي، انت ابتديتي تعملي فيديوهات كده، يعني فيديوهات لطيفه، انا شفت كام فيديو كده عجبوني جدا. شكرا شكرا. بتعلمي اللغه الروسيه للمصريين بطريقه كده ظريفه، في تفاعل على الفيديوهات دي يا دكتوره صفيه؟ ان شاء الله هنكمل طبعا. وعلى فكره، من زمان، من نص سنه، ناس طالبين مني، عاوزين يتعلم مني لغه روسيه، بس انا شايفه يعني هو لغه مش صعبه، رخمه شويه. انا اسمع انها لغة صعبة قوي، ده صحيح؟ تقريبا. حضرتك عارف، زي حضرتك مثلا مصري، بالنسبه لك لغه عربيه مش صعبه قوي. نفس صحيح. الموضوع بالنسبه لك كروسيه، روسي مش صعب، سهل يعني. بس انا شايفه الناس كلها بيقولوا هي لغه صعبه، عشان كده انا كنت بتدور على طريقه يكون بسيطه كده ويكون مصريين طب حبها لو يعني. انا حبيت اتعلم اللغة الروسية، ممكن اتعلمها في قد ايه؟ طيب، احسن حاجه لو واحد عايز يتعلم لغه ينزل البلد او ينزل في وسط الناس، يعني مصريين ما شاء الله، يعني مثلا الناس اللي شغالين في البازارات مثلا او في السياحه، بقى لهم ممكن نص سنه بس وبيكلموا روسي 100 100. ممكن مش عارفين قرايه وكتابه، بس بالنسبه للكلام عارفين كتير، وهي دي لغه حقيقيه يعني، لغه كده عايشه. لغة يعني حية. صح. طيب يعني، طب يعني حاولي انك تعلميني، مثلا لو قلت مثلا عايز اقول مثلا انا اعمل مذيعا في التلفزيون مثلا، اقولها ازاي بالروسي؟ أنا عامل مذيع في التلفزيون. يا فيدوشي نا تلفيديني. يا فيدوشي نا تلفيديني. Это очень просто. أيوة، ما очень شاء الله، просто. برافو برافو برافو. Очень просто. очень Мне просто. кажется, что русский язык очень такой несложный. После того, как вы жили в России 20 лет, конечно, несложный. Подожди, قلت сам لهم. в Руси, акид байца, قلت да? لهم. قلت لهم ما يقولولكيش ان انا اعرف روسي. لا يا حضرتك، مشهور قوي يعني، احنا عارفين. طيب الحمد لله. والله انا سعيد جدا بيكي، وسعيد جدا بالفيديوهات اللي انت بتعمليها يعني، ألف ألف شكر. واتمنى لك التوفيق، واتمنى لكل الشعب الروسي الصديق ولكل اهل سمالينسك بإذن الله. باش رادنوي جورد، مش كده؟ موطنك الاصلي رادنوي جورد، صح. تمام. شكرا جزيلا، ونشوفك ان شاء الله قريبا. فرصة سعيدة لي وشرف لي يا فندم. شكرا شكرا جزيلا صفية، الدكتورة صفية اللي عايشة بقى لها فترة طويلة وبتعلم اللغة الروسية بالطريقة الروسية.